يا شكرا تحية يا أولاد مش عارف تحية تحية غالية يا شكرا تحية ليهم. اللي داخل عليك دلوقتي اخواتي اخو حبابك المعلم احمد ابو الشهداء صاحبته ومجاله تحيه غاليه وكبيره نور الدنيا معمار احمد بوسه كرشه المعلم محمد رمضان اخواتي حبابك الشهداء حضور مصر مع نجم مصر. مهما الايام تتعبوا عمره ما بص في الشدة راجل جدع واقف كمال أبطال والدنيا مهما اديته ما يخيروش المال عمره من اشتكى وعمري ربنا يرفع ايده فوق تشرف اي حد الراجل بكى وسترت سنة عمرك ما كبارة كبر في اللي بكى جدع من صغر السن مقدرش استغنى عنك يرفع ايده يا صاحبي وانا لسه بحبك وانا مسلوب عليك حبيبي
اهلا وسهلا بكم.